قمنا اليوم بزيارة عدد من المراكز الامتحانية في محافظة نانوى وتحديدا في الساحل الأيمن للاطلاع على واقع سير الامتحانات في هذه المراكز. والحمد لله جرت العملية الامتحانية بصورة سلسة ودون حدوث أي خروقات في هذه المراكز، إضافة إلى تعاون الكادر التربوي من أجل إنجاح العملية التربوية والامتحانية في هذه المراكز. كل الشكر والتقدير لهذه الكوادر التي ساهمت في إنجاح العملية الامتحانية في محافظة نينوى، وإن شاء الله ستكون نتائج مرضية لأهلنا في نينوى. نحن سعد مركز الفاروق للبنين، المركز الامتحاني عندنا 120 طالب أدوا الامتحان الحمد لله، يعني هاي الأيام اللي مضت الحمد لله يعني بسهولة وما عندنا أي عوائق، ما خلوا خسور شيء. يعني أنا أشكر الهيئة التدريسية اللي راقبت معانا من معلمين ومعاونين ومن موظفين خدمة. قام السيد مدير التربية أستاذ خالد الشاهين بزيارة مدرسة الفاروق المركز الامتحاني للبنين، ولقد أشرف على سير الامتحانات وتوزيع الحصة المادة الغذائية للطلاب من حليب، ولقد قامت الامتحانات بشكل سلس وسهل، وذلك بالتعاون مع مديرة المركز ست منى طلب والكادر التدريسي، والحمد لله ما لقينا أي صعوبة في سير الامتحانات. كانت امتحانات سلسة ومنظمة ومرتبة من جميع من المراكز الامتحانية ومن لجان المركز الامتحاني.